ومن الموضوع وتضخمون من خطورة هذا الأمر طالما أنه الحل في جهاز التنفس الصناعي. أنت الآن تؤكد وتتحدث بالأرقام أنه 50% من الذين يعني يركب عليهم جهاز التنفس الصناعي يموتون من الجهاز. عفوا، هذه في الدول المتقدمة في مجال الصحة، مش عندنا. في المتقدم عندنا 50% أكبر. نحن 100% حقيقة. نعم 50% في أحسن الدول هذه. لو أحسن الدول في الخدمات الصحية. نعم. لو وصلنا لتجرثم دم، وصلنا في فشل الأعضاء، قصة هذا الفيروس ينقص نسبة الأكسجين والإنسان ما يحسش به، يخش في اختناق، معدل الأكسجين يبدأ الأطباء يعالجوا فيه، عشان تسمعوا فيه يبدأ يعالجوا فيه. نسبة الأكسجين الرئة هذه لله عز وجل أعطانا لنا اللي فيها حويصلات هوائية، المساحة بتاعتها مساحة ملعب تنس أرضي من 50 إلى 70 متر مربع. يجي الفيروس ياكلها كلها الفيروس. المناعة بتحارب الفيروس، تضرب الرئة وتضرب الفيروس، تتدمر الرئة، تخش في ارتواء، المية تعبي الرئة، يبدأ الدكتور يدي التنفس الصناعي. هذا التنفس الصناعي هيغير الديناميكية الطبيعية، الحركة الوظائف في الجسم تبدأ تتغير. يبي يعدل الأكسجين. لو رجال الأكسجين بنسبة كبيرة هيتليف الرئة. لو نقص عليه الأكسجين ياخذ فرصة الفيروس. لو أعطاه كمية من الهواء أكثر من المعدل تنضرب الرئة وتقطع. يعني لا تعتقد أن في تفاصيل طبية. لازم تكون مبسطة ومسهلة حتى توصل لكل مواطن. تقطع. ما سيحصل يعني لو وصل للتنفس أو للفيروس للرئة وأثر عليها بشكل كبير. هذه هي الخطوات اللي يحكي فيها الدكتور حاليا، هذه تحصل كلها بشكل يعني، حتقعد أنت بين خيارين أحلاهم مركب ما يقولوا للدكتور.